അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹ്. ഇന്നൽ ഹംദലില്ലാഹി തബാറക വ തആല വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ മല്ല നബിയ ബാദ അമ്മ ബഅദ് ഫയാ അയ്യുൽ ഹാദിറൂന അൽകിറാം الان اقدم لديكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم سنه الله والانبياء والصحابه والاولياء الكرام وهو سنه الناس اجمعين لانه تبارك وتعالى ان عقد الحفله بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في عالم الارواح بمجمع الانبياء الكرام وقد جعل لهم شروطا مقطوع موقوفا على لحصول نبوتهم كما قال تبارك وتعالى في سوره ال عمران واذا اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم الى اخر الايه يا ايها الاخوان اخذ الله تبارك وتعالى الميثاق اي الوعد عن سائر الانبياء الكرام لنصرة نبينا والايمان عليه الفرحة بمولد النبوي صلى الله عليه وسلم وهو امر الله كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون هنا المراد بالرحمه هو نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى في ايه اخرى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين لهذا يقال نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين يا أيها الحاضرون الكرام دعا آدم أوصى آدم عليه السلام ابنه لذكر نبينا صلى الله عليه وسلم قال ابنه لما ذكرت اسم الله فاذكر إلى جنبه اسم محمد فإني رأيت اسمه مكتوب على ساق العرش وأنا بين الروح والتين يا إخوان الكرام دعا إبراهيم عليه السلام لبعثة نبينا صلى الله عليه وسلم في نسله حكى الله سبحانه وتعالى دعاء إبراهيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وكذلك أبشر عيسى عليه السلام أمته بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن أمته اسم نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في القرآن ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة بينا ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه وأنزلت علي فيه النبوة إخوان الكرام قال آمنة رضي الله تعالى عنها لما فصل مني رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب يا أيها الإخوان الكرام فعلينا أن نذكر رسوله صلى الله عليه وسلم ونتبعه في كل وقت من الحياة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.